طريق؟ صفى شوي. طيب يا حبيبي. يلا اوكي باي. مرحبا، اليوم ضيفتنا ضيفة كتير مميزة، اغلب الشارع العربي بحبها وبينتظر مقابلاتها لانه هي حدا كتير مقبل، حتى غابت فترة شوي عن الدراما. يفترض انه نحن نلتقي باللوكيشن لانه هي عم تصور عمل كتير مهم وحيكون له صدى بالشارع العربي، بس نحن رح نفاجئها ونجي لعندها. هي عم تشرب القهوة بهذا المكان الجميل، خلوكم معي. صباح الخير. بونجور. كيفك؟ شو اخبارك؟ المناسبه اليوم كان في مناسبه والله صحيح مو؟ ما في مناسبه؟ المناسبه انه نحن التقينا كاميرا ومعرفش. ايه تفضلوا تفضلوا حبيباتي تفضلوا. اهلا سيد رامي، شو المفاجاه الحلوه هاي؟ كيفك؟ اهلا وسهلا. تمام، حلو صباح الشام مو؟ صباح الشام احلى صباح في العالم في الكره الارضيه. انه انت بتسافري كثير فبيضل عندك يمكن حنين لهي القعده. لا، صباح الشام لا يعادله صباح بالنسبه لي في العالم كله ولا في اي بلد في الكون. اكيد بلشت المسجات. هلا انا لفت انتباهي موضوع الموبايلات، يعني حسيت حالي انه داخل على بقد ايه حقه الموبايل. قرب قرب انه شوي ثاني، انه شو هدول كلهم. والله ليك انا مضطره ليك كمان مفاتيح عن ماشي مفاتيح حياتي مفاتيح حياتي يعني جد. هدول كل شلة بلد، يعني مثلا هاي دبي القلب. تمام القلب دبي. نركز على قلب دبي. ايه هدول الشام مصر امريكا وبعدين هدول بقى خذ على قصص فيهم. يعني والموبايلات، يعني كل موبايل لبلد لا مضطره احمل. يعني تمام كل بلد في شريحه. ما بحب وفي ارقام معينه لهذا البلد. لازم انا بالنسبه لي انه عندي اهل بكل مكان واصحاب واصدقاء وشغل وكذا، فلازم يكونوا كل مفتوحين لحتى ضلني متواصله مع الناس. يعني هاد لدبي، هاد لمصر، هاد للبنان، هاد لامريكا، هاد لهون. يمكن ما صار لك زمان راجع على البلد بصدد تصوير العمل اللي هلا رح نطلع على اللوكيشن تبعه. كمان اهلا وسهلا، بتشرفوني والله. والله لبكيف اليوم. اي انا عندي تصوير اليوم هلا شوي ثاني، بنطلع بنشرب نشرب شاي قهوة ومشرب يلا العصير تبعي وبنطلع. بس انت لما بترجعي على الشام بيخطر على بالك دائما اذا عندك وقت الصبح تيجي تقضي بهي الاماكن العامه؟ ايه انا بحب الكافيهات هون. اليوم الطقس حلو، اليوم الطقس بجنه وشو. ويمكن انت المشاهد تبعك اليوم بتياب شتويه. اي والله والله هلا حتتفاجئوا، يعني هلا بس تروحوا معي على الشغل شوفوا قديش صعب، لانه تياب شتويه وبلش الصيف وعندك تغييرات وقصص وشغلات كذا. هلا بروحوا معي بتشوفوا. طبعا واليوم عيد الشهداء، بدنا نقول لكل شهدائنا الابرار هيك الرحمه والخلود. الرحمه والخلود اكيد لارواحهم، هن احياء عند ربهم يرزقون، وهن اللي بيصنعوا حدود الوطن بدمائهم الزكيه. وانا اليوم بعتقد ما كثير عندي تصوير غير نهاري، بنخلص بلكي بنروح نزور ان شاء الله. يا ريت اذا ما عندكم مانع. لا نحن جاهزين. وين بدك وسهلة. وين بدك نحن جاهزين؟ بروح نزور الشهداء ان شاء الله، ويعني بعتقد هذا اهم شيء بالنسبه لي اليوم. انا أعمل. انا معك وين ما بدك، انت اليوم وين بدك. اهلا وسهلا. اهلا اجا يي اهلا. شو خلصت التصوير امبارح؟ والله لا كيفك؟ مبروك يا حبيبي. علاقات خاصة. مبروك. جيبوا لنا كرسي للاستاذ منتصر. يلا يلا هذا اللي بتفق انا وياه عليكي. ليش فصلت بوشه انا للزلمة؟ يلا
كيفك؟ كيفك؟ شو انت مزبط الامور هيك المفاجأة وانت مالك هون من بيروت؟ مفاجأة صغيرة. هلا ما اتفقنا غير عرفنا منه انه انت وين بتقعدي الصبح؟ بس هيك بس هيك ما في غيره. ايوه كيفك؟ اهلا بالحبيب. شو؟ كيف بيروت؟ تمام. كيف رشا طبعا؟ ما قلب لسانك مو؟ لانه في عالم بتوصل على الحدود بيقلب لسانه. بيقول شو؟ شو هيك؟ ظهرت على بيروت. ظهرت على بيروت. نحن ما بنقلب. الو وينك؟ منتصر على نحن قاعدين برا بالجنينه. خلصنا؟ خلصنا. هلا هي اول تجربه لنا. بفهم نفس المحل تبعنا. يلا. وبعدين؟ ايه شو؟ بدنا نحكي. بدنا نحكي مع منتصر هلا. اهلا بالحبيب. هي ابو النصر العظيم. ايه طبعا. هلا دخلوا على الوسط الفني. انت ما عم تساعدي بهي القصه؟ لا نحن يعني حاولنا نقنعه كثير سنين. ايه. ما كان يقتنع. ما بده. رشا شربتجي اللي اقنعته. طبعا نوجه لها تحيه كبيره. رشا وسوزان. ايه. وماما شوي. قلنا له تعال جرب. ايه طبعا. تمام حلو. انت درستك حقوق. صح. شو خطر براسك؟ والله حبيت. شو خطر براسي يفوت بالتمثيل؟ ايه انه يعني من زمان القصه موجوده عندك ولا؟ لا انا حبيت جرب بصراحه. بعد ما جربت كثير حبيت. والله؟ يعني الجروب حلو رشا كثير. طبعا العمل ممتع مع المدام رشا. يعني هو حظه حلو انه دخل معها اول عمل فعلا. هي حدا بيشتغل كثير على الممثل. طبعا انا اشتغلت عليه كثير يعني هذا بكره. شخصيتك بعلاقات خاصه؟ كان اسمي الياس مسيحي. بكون خطيبة لديما قندلفتي اللي هي مايا. تمام. فهي بتكون تشتغل عند واحد مسلم اللي اسمه باسم ياخور. ايه حلو. حبيبي. فبيحبوا بعض بيهربوا بيتجوزوا بيهربوا على لبنان. وبصير مطاردات وكذا ومدري شو هيك. انت شخصيتك بتتمحور حول شو؟ يعني انه هي القربة بينك وبين ديما. بنت عمي. ايه بنت عمك. هي كانت خطيبتي. كانت خطيبتك من الأول. هربت مع واحد ثاني. يعني أكيد رح يكون. والله لتكيف من أول داخل هيك يعني. ولا يوم هيك ولا مسلم. أيوة. شعب واحد بلد واحد. أكيد طبعاً بس. بس نحن بالمسلسل. تمام. دراما يعني دراما دائما الدراما بتناقش هاي الامور بشكل لانه لحتى يعني نخلص يعني صار قصص من وراء هاي المواضيع للاسف. دائما لازم نناقش هاي الامور لحتى نطلع من هاي العقليه المتحجره. هن عم بيحاولوا دائما يحطوا يعملوا الحرب طائفيه ودينيه. تمام. هذا اللي عم يشتغلوا عليه الغرب يعني. الغرب وبعض العرب طبعا للاسف. ولكن نحن كثير بعاد عن هذا الشيء ومد ما حاولوا ما راح ينجحوا باذن الله. لانه هلا نحن كسوريين بلد عمره 10000 سنه قبل ما يكون في ديانه مسيحيه وقبل ما يكون في اسلام طبعاً. يعني نحن سوريين قبل ما يكون في ديانه بالاصل. طبعا طبعا طبعا. في شيء جديد ولا والله لسه هلا عم نقرا هلا. شو سوزان عم تساعد؟ ما عم تساعد والله. يعني دعم معنوي موجود؟ معنوي وكل شيء. ومادي؟ يعني هلا بدها تصير تدعمنا. لا شو بدك بالحكي؟ شو بدك بالمادي انت هلا؟ اطلع من هالموضوع. بكفي المعنوي هلا. طيب انت لما اللي بتجي سوزان على الشام بتقضي وقت طويل معها؟ اكيد. كل الوقت. انا روقت انه صار عندي حدا هيك بالوسط الفني وبينشد في الظهر والله. منتصر ورشا وتمام اخوي. تمام طبعا. يعني صار كمان ملم بالوسط الفني. شوي ثانيه صرنا عائله فنيه يعني مخرج. اخيرا صرنا عائله فنيه مو بس رح يصير شوي ثانيه مخرج يمكن. تمام والله. تمام مخرج والله. تمام مخرج في الحياه. هو عينه حلوه بس يقبل. هو يقبل ان شاء الله يا رب. بدي اتمنى لكم التوفيق. يعني انتم مو بس عائله فنيه يعني انتم كمان عائله ادبيه. الحمد لله. هذا يعني الست الوالده والسيد الوالد شعراء. الحمد لله. الله يرحم بابا. الله يرحمه. يخلف الشباب. رجال. عفوا رجال. والله انت اخت رجال يعني بمواقفك المشرفه بكل مكان. انت رافعه راسنا بكل مكان بتتواجدي فيه. نحن شو ما عملنا لبلدنا قليل كثير قليل كثير قليل. أو مواقفنا هذا جزء من فضل بلادنا علينا. شو ما عملنا لهالبلد قليل كتير كتير. شو ما قدمنا له أكيد قليل. هلأ كلياتنا عم نحاول ننجح هون وبرا. هذا النجاح بيعود لبلدنا. هذا النجاح مهدي لبلدنا سوريا لأنه بلدنا بتحب الأحياء والمناضلين في سبيلها والناجحين. أكيد ما بتحب المنهزمين. الأموات الله يرحمون دائما في شيء في ضحايا أكيد.
هذا الشيء لابد منه، يعني ضحايا الحرب، ضحايا الوجود، الشهداء الله يرحمهم اللي عم يبذلوا دماءهم الزكية في سبيل بناء هذا الوطن. بالأخير لا يصح إلا الصحيح، بس كل واحد فينا لازم يقول كلمته، سواء بموقف أو بعمل أو بكلمة أو بتصرف، أي شيء. كل حدا معني من موقعه، كل حدا معني من موقعه، وحجرة على حجرة بتعمل بتصنع البناء. تمام. فما بيقدر واحد لوحده يزقف أكيد، وما بيقدر واحد لوحده ما يفصل الموبايل لأنه إذا هاي آخر مرة ترد على الموبايل. حنحضر اليوم المسرحية، بتروح نحضر مسرحية الأستاذ ممدوح الأطرش، عامل مسرحية للبلد كمان، نروح نحضرها. طريق إلى الشمس. أي أبو النصر. أي طريق إلى الشمس. أي وليد كيفك؟ شو منلتقى هونك على 5:30؟ منلتقى على 5:30. ايه منلتقى. ايه 5، لا 5:30 تمام. بعد ما خلص موبايلك يعني، والحمد لله شكله بدنا نقضيها موبايلات، لا لذلك لازم تلاقي لهم حل وتحطيهم على الصامة. انا عندي ستة، ما انتبه، ستة بعين الحسود. بعين الحسود، انتبه ما بيرنوا. هلا انا كان زمان كنت حاملة موبايلين ما يهدوا، هلا ستة ما عم اقول مشان شيء هالحكي، بس ما بيرنوا لانه ما بقضي وقت تافه على التليفون، يعني كلهم للشغل وللأهل وللأصدقاء الكتير مقربين، غير هيك ما برد، وتعودوا العالم علي على هذا الشيء. بس هو التليفون خلق للتواصل، أنا بالنسبة لي للتواصل وقتك شبه مليان يعني، ما عندك وقت ما في أبدا أبدا. فتلاقيني مثلا فعلا ما برن إلا للشيء ضروري، من كل بلد في شيء ضروري برن، غير هيك لا. وتسألني وتسأل عن شعوري ماما، وكل حرائقي بين السطور. دولة العباس، دولة لك عظيمة دولة العباس. أنا بعرف أنه متأثرة حضرتك فيها وتكتبي شعر، كان لك تجارب. أنا ما بكتب شعر، هلأ أنا بتزوق الشعر، بكتب خواطر وهيك. إيه كلهم شعراء عندنا بالبيت، بابا الله يرحمه، ماما، ميساء، أبو النصر. لا هو بيستشعر بس لنوع معين. بشوف على صفحته على بس الفيس. لا ماما ما شاء الله عليها يعني، جد مو لأن أمي، بس هي شاعرة عظيمة جدا 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 جدا، بس هي مقصرة بحق حالها إعلاميا، ونحن مقصرين بحقها إعلاميا. الله يطول عمرك. الله يسلمك يا رب. شعرها السهل الممتنع، يعني فيه الحب وفيه الدفء وفيه الوطن وفيه السهولة والصعوبة والعمق بنفس الوقت. شعرها عظيم كتير. أنا آسفة إني محافظة شيء، أنا كسلانة بالحفظ كتير، بس بلكي بنقدر بهذا اليوم نقرا شيء، نجيب كتابه بنقرا شيء من شعرها، لانه بيستحق انه. وفيكم تفوتوا على صفحتها على الفيسبوك، يعني هي كل يوم الصبح او كل يومين حسب الحياه او حسب هيك بتكتب دائما حسب الحدث، بتكتب يعني متواصله مع الشعر والادب والحياه الثقافيه في العالم العربي بشكل كثير حلو. الله يطول عمرها يا رب. الله يسلمك يا رب ويديمها فوق راسكم. امين يا رب. هلا نحن من هون حنتوجه على اللوكيشن. انا لانه تاخرت انا لاحظت يعني. طلعت على الساعه يا دوب، فنحن بنروح على التصوير. عندي مشهدين بنخلصهم والى مريح الشهداء ان شاء الله. موافقين يعني. يلا تفضلوا شباب. تغير كثير شغلات هلا. شفنا فرق باللوك الشخصي، يمكن تتطلب هذا الشيء. شخصيتك مدام جهاد، تحكي لنا عن تطور شخصيتك ومراحلها. هلا اختيار طبعا الشكل كان اختيار الاستاذ نجدات المخرج العمل. اول ما شافني قال لي بدي بيروك اسود نجربها، فرحت انا مسحها
الراهب مصمم الملابس والديكور، وجربنا الأسود وجربنا الأشقر وجربنا الكستنائي كذا لون. فطبعاً مباشرة كلياتنا اخترنا هذا اللون لأنه بيعطي أساوي للشخصية. الشخصية شوي قاسية، قاسية بالمظهر، قاسية من برا، هي من جوا مجروحة، والمجروح ممكن يظهر قساوة شديدة أكثر من حقيقته، نوع من التعبير عن القهر اللي جواته بسبب ظرف معين. يعني أي شيء صغير ممكن يطلع له طاقة سلبية لبرا، لأنه هي الشخصية معباية قهر ومعباية حزن ومعباية ألم لأنه صار معها حادث. هلا الشخصية مركبة في إلى أكثر من حالة، الشخصية مركبة كتير وصعبة جدا، وفيها القسوة وفيها الظلم، ومظلومة وظالمة، قاسية وحنونة، حزينة وبدها تظهر السعادة، قوية من برا كتير، وهي قوية الإرادة بس بسبب الحزن اللي جواتها والألم اللي جواتها هي مكسورة من جوا، بس ما بدها تورجي حدا إنها مكسورة. ما بدها تشوف الناس، لذلك هي بتظهر هيك. يعني هي قاصدة بتحط البيروك قدام الناس لأنه هي مو شخصيتها الحقيقية. شخصيتها الحقيقية بتظهر مشهد أو مشهدين بس خلال كل المسلسل وآخر العمل وفلاش باك. هلا هي الشخصية هي بتقصد إنه تحط البيروك وتطلع لأنه ما بدها تبين انكسارها، بدها تبين انه هي الانسان القوية صاحبة المعمل اللي عندها فوق 100 موظف واللي منشح المعمل بظروف كتير صعبة واللي اصرت انه تضل ايدها المعملة شغال. الحكي هذا كله في ظل الازمة طبعا، يعني انه تضل معيشة العالم، تضل مساعدة الناس رغم انه هي كتير محقانية وكتير قاسية بقراراتها. يعني اذا حدا منهم قصر مباشرة تعزب، بترد بتتراجع عن قرارها. و هلا من الداخل هي شخصية من الداخل طيبة جدا، من الداخل طيبة جدا، بس هي سيف بالحق. يعني ما بتقبل الزايحة، ما بتقبل التقصير بالشغل، إنسانة واضحة جدا، تعرضت لخيانة من معظم اللي حواليها، كل واحد خيانته بطريقة معينة اجت، سواء الرفيقة ولا الزوج ولا الحبيب ولا الصديق، فكل واحد تعرضت. مثل مثلا هي بدك تقول حكاية وطن، حكاية بلد، يعني كيف سوريا لما كانت قوية الكل حواليها ولما وقعت الكل تخلى عنا ونزلت السكاكين فينا، فتماما هي جهاد حكاية وطن. يعني سوريا، العراق، اليمن، وطن مصغر. بالضبط، وطن مصغر، بتتعرض لكل الحالات الإنسانية الصعبة جدا، بتحاول تقاوم. قوتها الداخلية هي بتخليها تظهر، هي بتخليها تنتصر على هذا الأسوة وعلى هذا القهر اللي جواتها. إذا بدك تقول إنه ليش مثلاً ما أخذت شيء قبله هون، لأنه ما كانت العروض بتناسب. أنا بعرف كان في عروض كثيرة يعني لحضرتك. صحيح، بس أنا ما بدي بظل الأزمة تحديداً، ما بدي أشتغل أي شيء، بدي أشتغل شيء أنا مسؤولة عنه. يكون في انتقائي. بدي أقدم شيء يعني على الأقل يكون أنا عم أقول شيء يعني يفيد المجتمع بهالأزمة هي، يدعي للتصالح، يدعي للخير. لو كان شكله قاسي من برا، لو كان شكله ظالم، بس هو بالأخير في دعوة للمحبة، في دعوة للمحبة، في دعوة للسلام، في دعوة لأنه نحن كلنا لازم نكون إيد واحدة. وفي شوية عرض للأشياء اللي نحن، الأزمات اللي نحن تعرضنا لها كبشر نتيجة هاي الأزمة. مدام سوزان إنسانة لطيفة، يعني أول ما التقينا باللوكيشن كتير كان في طاقة إيجابية وتعطي للوكيشن حلوة، فالشغل معها بيكون ممتع. يعني أنا أول مرة بتعرف عليها دائما هيك ابتسامة على وجهها، بشوشة، وهذا الشيء منيح كتير لأنه بيعطيك بالشغل مثل ما قلت لك طاقة حلوة كتير. كتير مبسوطة إني عرفت عليها يعني هذا الشيء، وفي عندها روح للتعامل. شخصية المدام جهاد يمكن أول مرة حضرتك بتاخدي هذا النوع من الشخصيات، الشخصية المركبة اللي فيها أكثر من حالة. لا، شخصية مركبة طول عمري باخد شخصيات مركبة، بس هي هي مركبة بطريقة مختلفة. يعني هاي أنا مثلا طول عمري باخد الشخصيات الإيجابية بشكل عام، كتير بخاف من الشخصيات السلبية، ولكن تترك انطباع عند الناس أصدقائي. دائما دور على رضا الناس بكل أعمالي. هلأ هون شوي تغيرت نظرتي، مو معناتها ما عاد بدي رضا الناس، لا طبعاً بيهمني رضا الناس كتير، لأنه نحن بالأخير عم نشتغلهم، نحن نجاحنا بنستمده من قبولهم ومن حبهم ومحبتهم لهذا العمل أو ذاك العمل. هلأ هون جهاد هي
يمكن تنكره ببعض مو يمكن اكيد رح تنكره ببعض المحلات، رح تنحب ببعض المحلات. لا مفروض يتبرر لها انه هي ليش هيك، ليش كانت قاسية باماكن، كانت ظالمه باماكن، كانت معصبه باماكن معينه، بس بالاخير طيبتها الداخليه طيبه قلبها بتخلينا نغفر لها انه هي ليش هيك. ولما نعرف شو صار معها بالحياه بتخلينا كمان نغفر لها. انه يعني انا وحده انا لما عم بقرا غفرت لها، انا نفس الشيء يعني حسيت هون كرهتها، هون حبيتها، هون تعاطف معها، هون ما تعاطفت معها. بالاخير انه طيبتها وجدعنتها بتخليني برر لها كل هالاشياء اللي عم تساويها، كل هالتصرفات هاي. هلا الكاتب كانه هي اول تجربه له؟ هي اول تجربه للكاتب والحقيقه. يعني لما يجيك نص من حدا بيكتب اول مره شو؟ ما دخل ابدا، انسى هذا الموضوع. هي الكليشات القديمه سوا انه هذا كاتب معروف وهذا كاتب مبتدئ وهذا ما 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 دخل. بس لا الحمد لله نحن انا موجوده مع كاست ظريف كثير، مع مخرج كثير متميز عبقري. النجمه سوزان ما انا بحاجه لتاكيد نجوميتها تعمل دور مثلا تثبت نفسها فيه. هي اوريدي يعني عندها حضور على الساحه العربيه وليس الساحه السوريه فقط، فهي اليوم عم تدور على نوعيه من الادوار اللي ممكن تضيف لتاريخها او لرصيدها يعني لحظات مهمه دراميه. فوجدنا بهي الشخصيه انه هي مناسبه جدا تلعب هذا الدور، عمرها مناسب، شكلها مناسب، وبالتالي ايضا الموهبه والامكانيات اللي عندها فرضت انه تكون هي موجوده بهذا العمل. اخذت من روحي كثير هاي الشخصيه، اخذت من وقتي ومن جهدي ومن صحتي، انه تعبت كثير بالتحضير. مو بالتحضير، ما لحقت احضر ابدا ابدا. انا كنت عم صور بمصر دغري. انا من الطياره على التصوير ابدا ابدا ولهلا، يعني تحت يوم واحد اللي هو مبارح، بس من الطياره على التصوير. ويوم وصلت من الطياره هدول اليومين صورت فيهم 67 دقيقه، ما صارت قبل فورا. 67 دقيقه صورها باليومين هدول اللي وصلت فيهم من الطياره على هذا ال كنت رحله من العراق الى دبي الى ابو ظبي الى دبي الى سوريا على التصوير مباشره. يعني طبعا هذا الناس ما بيعرفوا، الناس ما بتعرف قد ايه الناس لازم تعرف نحن قديش بنتعذب، نحن قديش بنموت وقديش بنهلك وقديش روحنا بتطلع بالشخصيه. عن جد انا بالذات، انا ما بدي احكي عن غيري، يمكن معظم الفنانين هيك. انا من الناس اللي كثير ملتزمه وكثير فوت لعمق الشخصيه من جوا وبنسى سوزان نجم الدين تماما، بتحول للشخصيه. واذا كانت صعبه بترهقني، يعني بترهقني روحيا. جهاد اخذت من روحي، يعني اوقات في مشاهد اولى اتعب ضلني ساعه عم بلهت لانه كمان بتدخن، وانا ما كثير مدخنه بالحياه، فهي مدخنه وبدك تدخن بشكل صح، انه انت بدك تبلع الدخان وبدك كذا. فاخذت مني يعني في مشاهد هيك استهلكوا روحي كثير، ولسه في مشاهد جايه انا كثير مرعوبه منها. يعني المشاهد الاساسيه لسه الفينال، وانه كيف هلا بس وصلتي لمراحل متاخره. هلا نحن بتعرف انت منصور من قدام ومن ورا، منصور من كل، لا انا اول 10 ايام شخصيتك انت، هلا باقي لي 5 ايام وبخلص كل شيء، بس المشاهد بقيانه صعبه، يعني ما انا سهله، يعني فيها الفينال وفيها هيك مفاصل مهمه كمان لسه. هي شخصيه شهاد شخصيه كثير مركبه، و اشبه وصلت للفصام والانهيار، وإلى مرحلتين قبل الأزمة وبعد، قبل وفاة ابنها وبعد، حتى إلى شكلين ولونين. يعني كافة مشاهدها بعد مقتل ابنها كان باللون الأسود، قاعدة اللون الأسود والبيروك السوداء. المرحلة اللي قبل هي اللي كانت بالفرح وباللون إيه كتير كان متعب، ولأنه كمان مشاهدها كل مشهد هو حالة درامية دسمة كتير، فيعني كان لازم تدقيق بكل سيرية مجموعة مشاهد، إنه بدقة هون شو لازم ينلبس، بما فيها مثلا قطعة البروش أو الساعة أو باكيت دخان أو أخذ منكم كتير، أخذ وقت كتير فعلا. واختيار الملابس كان من هون ولا اضطريتوا انكم تتسوقوا من؟ لا تسوقنا من كذا مكان، وفي منهم على مراحل، في فجأة يخطر لنا شيء أثناء التصوير، فكمان نرجع نشتري من جديد وهيك.
انت المدام جهاد استهلكت منك كمان وقت بموضوع الملابس، انك اضطريتي تسافري اكثر من بلد لحتى اخترتي ملابس لها الشخصيه. يعني ملابس شخصيه فعلا من عده بلاد، من امريكا، من دبي، من مصر، من هون. في شيء عندي من اوروبا من زمان استخدمته كمان، فلانه شخصيه ارستقراطيه وهي صاحبه معمل، وفي لبسه معين طبعا. هلا لسه في الجاكيت ما تشوفونها لابسين هيك، هلا في الجاكيت هي كثير كلاسيكيه الى حد ما، كلاسيك مودرن يعني. اي فاستهلك مني هذا الشيء وقت طبعا وجهد ومصاري. اي والحمد لله يا رب. الاخير نحن كل هدفنا الناس يعني، بهمنا انه نقدم شيء كثير مميز ومختلف ما بيشبه حدا. يعني انا بتعرف انا ما عندي شخصيه بتشبه الثانيه من شخصياتي كلها، وانا بسعى لهذا الشيء، مو انه صدفه، لا انا بسعى انه دائما اتبنى شخصيات مختلفه، شخصيات صعبه، شخصيات مركبه، شخصيه عندها كذا قضيه، عندها كذا هدف. لانه احنا ناس متناقضين، نحن ناس بالحياه وخاصه بظل الازمه وصلنا لمرحله انه نحن بجواتنا 100 حدا، 100 حدا. هي بتطلع هون، هي بتطلع هون، هي بتطلع هون. عندنا حزن، عندنا فرح، عندنا يأس، عندنا امل، عندنا تفاؤل، عندنا انكسار. هلا شخصيه جهاد بتشبه الشخصيات ممكن موجوده عندنا بالواقع بظل هاي الازمه، بما لازم العمل عم يتناول الازمه. اي لازم، يعني لازم تكون تشبه حدا، لازم اكيد يعني تشبه اكيد. هلا في منا اجزاء بتشبه كثير حدا، وفي منا اجزاء اكيد تشبه بعض الحدا. يعني في شيء مشترك بين الناس وفي شيء ما بيشبه كل الناس اكيد. يعني هي شخصيتها مميزه.
الشهداء يعني طبعا لولاهم اكيد ما كنا نحن موجودين وما كان في لسه حياه مثل ما عم نشوف. اكيد ما كان في وطن اصلا يعني لولاهم. يعني انا اصريت اليوم اجي بهذا اليوم واترحم عليهم بمقبره الشهداء اللي هي رمز لكل الشهداء اكيد. حتى نقول الله يرحمهم وهن بدمائهم صنعوا الوطن وبنوا الوطن واستمرت بلادنا رغم الحروب ورغم الاحتلالات والانهيارات. دائما في دم هو اللي عم يبذل في سبيل استمرار الحياة في أوطاننا العربية. بدي حي أم الشهيد بهذا اليوم. بدي إلا أنت زرعتي ملائكة بالجنة. أنت زرعتي دماء أولادك في سبيل حياة البشر جمعاء. فالله يرحمهم. ونحن يعني شو ما قدمنا وشو ما عملنا بيضل قليل تجاه دماءنا الزكية أكيد. أكيد رح يضلوا خالدين بقلوبنا وعقولنا. أكيد طبعا. أكيد. نديهم كل نجاحاتنا كل أعمالنا. رح نحاول يعني كل إنسان من مكانه هو قادر يبني هذا الوطن بشكل أو بآخر. نحن كفنانين علينا أنه نقدم أعمال مشرفة أعمال بتساعد ببناء الوطن وليس بهدمه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. الله يرحمهم. الله يرحمهم. هلا بدنا نرجع لورا شوي مع المدام سوزان. بدنا نحكي عن بداياتك. حضرتك لما كنت تدرسي بالهندسة كنت تهربي من الجامعة لحتى تداومي وين؟ بالمسرح. بالمسرح. احكي لنا عن هاي البدايات. فرقة زنوبيا. احلى ايام العمر. انا بدي انصح كل الطلاب هلا انه يعيشوا حياة الجامعة المطلق انه احلى ايام العمر. ما فيها المسؤولية الكبيرة، ما فيها بقى الاحتكاك الحقيقي مع الحياة. هاي الفترة اللي ما كتير واحد فيها إنه هاي الحياة اللي فيها هيك صحيح عم يتعلم وعم بيأسس وكذا، بس أخف عبء مما بعد التخرج. إيه يعني هلا بكون الواحد إنه بيقول يا رب لقدام لقدام، بس هاي الأيام مندوم عليها إذا ما حدا عاش بحياة كاملة. أحلى أيام العمر هي أيام الجامعة، وأنا رافقتني أيام الجامعة مع مسرح زنوبيا البنون الشعبية. بيت فيه شو سنة ونص تقريبا. بداية كانت كرقصة بالي؟ ايه بالي. وكنت بريمادونا الراقصة الأولى لمدة سنة ونص. سافرت من خلال الفرقة لكل البلاد العربية والأجنبية، ألمانيا، موسكو، ستوكهولم، السويد، البلاد العربية كلها تقريبا. كانت مرحلة كتير حلوة وإنه تكون بداياتك من المسرح يعني أنت طبعا بيعطي ثقة. مرافق المسرح سنة ونص كل يوم تقريبا على المسرح ما أنا شغلة قليلة. تماما. أنت بتأسس مع الناس ردة الفعل المباشرة كثير شغلة مهمة. كانت الفرصة الأولى مع يعني هي اللي قدمتك للناس نهاية رجل شجاع. قدمتني عربيا. إيه. قدمتني عربيا أكيد نهاية رجل شجاع واللي قدمت كل الكاست. كانت. سوري واللي قدمت سوريا أصلا. تمام. عربيا هو مسلسل نهاية رجل شجاع. قبله كانت أعمالنا محلية. يعني قبله كنت مقدمة أنا الدخيلة وكهف المغارب والطبيبة الجزء الثاني. دول كلهم أثناء الجامعة. لحتى التقيتي بالمخرج الكبير الأستاذ نجدة أنزور ومع الفنان المبدع أيمن زيدان. رائع. كانت نهاية رجل شجاع. أدي هذا العمل ترك وقع عند الناس. أوف. مو بس عند الناس وعندي كمان يعني هذا لحد هلا من أهم أعمالي للأسف. عمول للأسف ما عاد إجا أهم، ما عاد انشغل أهم من هالعمل. أنا برأيي أنا عم بحكي عني. كيف يعني ما عاد انشغل أهم؟ يعني هاي الخلطة كانت كثير عظيمة. النص مع حنمينة، مع حنمينة، مع طارق ناصر، مع نجدة أنزور، مع أيمن زيدان، مع الكاست كلياته، مع النص الرائع لحسن يوسف، مع الموسيقى المبهرة، مع إخراج عظيم، مع تحدي، مع كلنا عم ننافس بعض بالعمل. يعني كان أستاذ نجد يقول يلا أنا بتحداكم. أنا عم أقول لأيمن أنا بتحداك، أيمن عم بيقول لي بتحداكي. من دون ما نقول هالكلمة كان في منافسة شريفة، منافسة مين منا بده يطلع أحسن. تمام. فهذا الروح هي روح تقدمها بعدين غير الزمان. قديه بتضل عالقة بذهنك أغنية الشارع؟ كثير. يا روح. ايه سمعينا. يا روح لا تحزن.
زوار الله. يعني بحد ذات على فكرة الشارع هي ملحمة. أنا هذه الجملتين حاطتهم أصلاً عندي عنوان صفحتي بالإنستغرام، يا روح لا تحزن يا قلب ضلك هني زوار جينا عالدنيا. غبتي فترة طويلة بعدين عن العمل مع نجدة أنزور. غبت فترة طويلة هلا رجعنا لامرأة من رمال. امرأة من رمال هاد العنوان قديه بشد. يعني امرأة من رمال هو اللي رجعني كامليا لسوريا، لأنه أنا كنت عم بقرأ بالسنوات الماضية شيء ما كثير حمسني إني أكون صراحة، لأنه كانت الأعمال نازلة هاوية معظمها مو كلها يعني. أكيد ممكن. إيه أكيد في أعمال مرتبة وهمة، بس أنا اللي قريته ما كان. كان في إسفاف حق المرأة كثير، وأنا ما بحب إني أشارك في الأعمال. فهلا العودة مع نجد أنزور يعني خائفة فيها كثير، يا رب يا رب يا رب، لأنه العمل كثير صعب. مدام جهاد هي أخذت من روحي. غيرت لي شخصيتي إذا بدك. أنا حسيت اليوم بهذا الشيء باللوكيشن قد إيه أنت يعني، والبداية كان في ستريس وصار قصاص وحتى اللوك هيك فيه أسود. إيه في أسود. هي قاسية وطيبة بنفس الوقت مثل ما قلت لك. حلو، أنا بحب الشخصيات المرتبة الصعبة. إيه طبعاً هي بتقدم للفنان شيء كتير كبير، وبتقدمه للناس، وبتقدم إمكانيات، وقد إيه بيظهر قد إيه هو فنان عنده إمكانيات ليظهرها للناس. 2007 كانت انطلاقتك بمصر؟ ما بعرف، ما بتحفظي تواريخ. كم عمل هلا لحد هلا صار عندك بمصر؟ بمصر؟ نقطة نظام مع صلاح السعدني. هاي البداية. باب الخلق مع محمود عبد العزيز، أسماءهم الكبيرة طبعاً. مذكرات سيئة السمعة مع حسين الإمام ولوسي ومجموعة كبيرة، راني يوسف ومحمود عبد المغني. هاي ثلاثة. شو عندي هلا؟ خلصت الشمال يلي صار اسمه ماريونيت مع مجدي كامل، وهلا رايحة أكمل مسلسلي وش ثاني مع وائل عبد الله، حسين فهمي وكريم عبد العزيز. صورتوه بالغردقة؟ منا فضالي. ايه وخلصت فيلم سينما اسمه الأوتو الفار. يعني محصلة مع العمل اللي هلا، مع العملين تبع هاي السنة بصيروا خمسة. ولادك وين؟ كم ولد عندك منهم؟ عندي بنتين وصبيان بأمريكا هلا، ابتدائي وإعدادي عم يدرسوا هلا بالمدارس هنيك. أنا كل ما صار لي بروح بشوفهم. مشتاقين كثير لسوريا، أولادي سوريين للعظم، هيدا أهم شيء. حتى لو صارت دراستهم يعني بأمريكا، بس هم سوريين للانتماء والهوى والحب والمنشأ. طبعا يعني أمهم أنت أكيد رح يكونوا هيك. هلا انت تعرضتي لانتحال شخصي من قبل صبيه، يا ترى كانت مهووسه ولا كانت نصابه؟ مهووسه وكذا ومجوهرات تعرضت لكذا شغله. هاي القصه وين صارت؟ انتحال شخصيه صوت، انتحال شخصيه صوت وصوره كمان. الصوت ضلت فتره والله لحد ما عرفت فيها، كانت متصله مع معظم الفنانين والمسؤولين هون. صوت الصوره مع حدا من الخليج امير. ايوه واستفادت كثير كثير لحد ما انكشف الموضوع. يعني اخذ وقت، انا خفت كثير بهذيك الفتره. اخذ وقت طويل والله، اخذت شيء 6 أشهر تقريبا. بس انتهى الموضوع. انتهى طبعا، بس يعني تعذبنا كثير لانتهى. هلا حضرتك من الفنانات اللي تعرضوا لاخطار كثير اثناء التصوير. هلا بمسلسل السوريه يمكن وقعتي عن الحصان، وبعدين في قصه البير والافاعي، وتعرضتي لمطارده بصحراء مصر. وعلى الحصان وقعش 100 مرة. يعني أنا كنت كتير مغامرة، كنت هلأ بطلت. يعني هلأ في منه من بيجي واحد يصور هاي أنا المشاهدة. ما كنت أقبل. أنت كتير كنت مصرة أنك يعني أنت أنا تقدي. كنت بدي أكون شهيدة الفن. هبولة هبلة أنه شهيدة الفن وهيك يعني. لا ما بدي أكون شهيدة الفن، بدي أكون الحياة تبع الفن. من الأحياء تبع الفن وليسوا الأموات. طبعا كلكم وبدلة الإعدام اللي لبسوك إياها وفقتي شفتي حالك بالمشفى يعني.
وين بمصر هاي بمذكرات سيئة السمعة؟ مذكرات سيئة السمعة. سيئة السمعة تنذكر وما تنعاد. هلا هذا أغمى علي. هلا هو لازم نسميه ذكريات سيئة السمعة. ذكريات إيه، هو مذكرات سيئة السمعة فعلاً. هلا هو إيه، كان المشهد كتير كتير صعب وقاسي وهيك، وأنا عملته من نص دين قلبي، فوقتها فقت لقيت حالي بالمشفى لأنه كان كتير كتير صعب. إحدى المرات بالتصوير إنه نمتي فهنن عم يفيقوكي، قلت لهم خلص جيبوا حدا يكمل تصوير. كمل تصوير عني. هلا بفيلم السينما مع استاذ عبد اللطيف، قلت له شو بدك على الاجدو، قلت له مشان شو، قال مشان تصور، قلت له وفق جيبوا حدا يصور عني، ما اللي بروقوا وديناهم النوم سلطان، شو بدك بالحكي. هلا انت رجعنا نحكي شوي عن المسرح، كان لك تجربه من اخراجي إخراجي وإنتاج في بيتنا فعلاً. أي وطلعتي فيها على أكثر من بلد عربي؟ أي وكان ريع على أطفال غزة. أطفال غزة وقتها أثناء الحرب. بعدين حضرتك طلعتي زرتي غزة وقلتي إنه أنا هلا أديت العمرة، صح؟ والله دارسني. شو بتحكي لنا أنا؟ شو بتحكي لنا عن هاي التجربة؟ إيه أدي كان يعني لك إنك تطلعي على غزة، حلم من أحلامي. ما بدي أقول غزة، بقول فلسطين. فلسطين طبعاً. أنا ما بقول غزة. أكيد. بدنا نحكي عن اختيارك كأمين عام لمجلس اتحاد المنتجين العرب. شو أضاف لك هذا الشيء؟ أنت كنت كتير مبسوطة بهذا اللقب. أي أمين العام يعني هو تكريم بالنسبة لي، وهو ثقة. على الصعيد العملي اشتغلنا قصص كتير. وبعدين على صعيد الموبايلات شو اضفت؟ خلص لا سكرت. طبعا الفنانه سوزان هاي اليوم كانت عقدتنا معها انه مقضيتها كلها تليفونات، فلذلك بدنا نحطها هاي صامت ليك. صامت بعدين. بس واحد شلت الكل، هذوك راحوا على البيت مشوار. ايه تفضلي. يعني شوف اي شيء بيعمله الانسان هو تجربه لإله وتجربه مهمه واضافه لشخصيته. يعني أنا عم بتعرف على الدنيا وعلى تفاصيلها وعلى العالم من خلال هالقصص اللي عم فوت فيها. هلأ ممكن ننجح ممكن نفشل ما بعرف، هذا الشيء الزمن بيقيمه. يعني ما مطلوب مننا ننجح بكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بنعمله بحياتنا. يعني نحن ناس بالأخير ما عم ملائكة نجرب. يعني ممكن ننجح ممكن الحياة نفشل، الحياة كلها تجربة دخيلك. يعني الحياة هلأ عايشين بكرة ميتين، يعني ما بتستاهل. أنا في شغلة بس بدي أقولها، الحياة ما بتستاهل لا نكره لا نحقد، سهل نعيشها بجمال ببساطة، وأنا أخذتها ببساطة. بس أنا بس بقصة شغلي بتلاقيني كتير مثلاً بحب الالتزام بالشغل، بس هاي القصة شو ممكن توترني. والدليل إنه اليوم أنت رحتي قبل بساعة التصوير. اليوم كان في خربطة بالتبليغ، رحت قبل بساعة، وأنا هاي الساعة من حقي، من حق صحتي ومن حق دماغي من حق راحتي، فيعني تضايقت زعلت. هلا ما حدا له اي حضور بالمجال العمل الخيري الا وما بيعرف انه الست سوزان لها ايد بيضاء بهذا المجال. الحمد لله في عندك جمعيه المكفوفين ومرضى السرطان، جمعيه نساء الكفيفات، وجمعيات كثيره ومشاركات كثيره بهالمجال. حتى الشركه تبع حضرتك شركتي راحت كثير اعمال انسانيه كثير. انا حابب احكي عن هذا الجانب لانه الناس اكيد ما بتعرف هذا الجانب بست سوزان. شركه سنا اللي عملت على اسمي سينون الف سوزان نجم الدين، كنت حابب تكون شركه انسانيه اكثر من شركه انتاجيه، يعني او اكثر من شركه يعني فنيه انسانيه وطنيه. عملت كثير اشياء على صعيد الاعمال الخيريه والانسانيه، واذا قالوا لك اللي بيعمل خير ما بيعلن، لا بيعلن. يعني في شيء ما بينعلن عنه، هذا ما عم نحكي عنه، هذا شيء خاص بيني وبين ربي. اشياء ايه تماما. وفي شيء لازم تعلن عنه لانه الفنان قدوه تماما، والفنان لازم في ناس كثير ممكن تقتدي بهذا الشيء، شيء طبيعي. فانت لا لازم تعلن عن هذا الشيء مشان الناس تقتدي فيك وتعمل مثلك، هذا شيء طبيعي. فمن هذا المنطلق انا كنت اعلن عن بعض الاعمال الخيريه والانسانيه اللي كنت ساويها. طيب هلا لقب سفيره الحب والسلام بمهرجان الحب والسلام بالجاردن سيتي بالقاهره، لمين منحتي هذا اللقب؟ لا هني منحوني، هني منحوك هذا اللقب، وانت هاللقب والتكريم انت قدمتيه لحدا؟ انا قدمته لبلدي طبعا، لوطني. انا اي نجاح بنجحه برا او جوا بقدمه لبلدي، لشهداء بلدي، لامهات الشهداء اكيد. يعني
بدنا نسمع غناء. لا لا جنب رامي. ياسمين الشام. نو إيه ياسمين الشام حطها. لا أنا بدي أسمع ولو مقطع صغير منك. والله محافظتها. كانت تجربة. صايرة عم دخن كتير. إيه هلا هو شخصيتك بالعمل كانت تتطلب إنك تدخن كتير. هلا ياسمين الشام كانت من أدائك وإخراجك، هو فيلم قصير. أيه. أنا عملته هذا الفيلم القصير أو الأغنية قبل الأحداث بأربعة أشهر، وكأنه ما كان عندي حدس إنه ممكن يصير شيء للبلد، بس كنت حابة أعمل شيء لبلدي. وصورتي بأكثر من مدينة بسوريا. صورته بكل محافظات تقريبا. طيب شو حلم ست سوزان نجمتي؟ حلمي صار صعب كثير، صار اللي هو الوحدة العربية. الوحدة العربية ما عاد حلمي لأنه ما عاد تصير. كان لك حلم بهذا؟ كان عندي هذا الحلم، هذا صار مستحيل طبعا. لا صار قاسي يعني صعب. حلمي عندي أحلام كثيرة، واحدة منهم أني أرجع أعيش مع أولادي. الأهم الحلم طبعا أنه سوريا ترجع بأمان وسلام يا رب، ويرجع الاستقرار لها. هذا من أهم أمنياتي وأهم أحلامي بكل لحظة وبكل ثانية. حتى في صلواتك بتدعي هذا الشيء. طبعاً تعبنا وانجرحنا، انجرحنا كتير وقدمنا كتير، وقدمنا كتير وجرحنا صار خميق لدرجة إنه إذا بتنكشنا هيك تلاقي الدم عم يمشي جواتنا عم ينزف. شيء قاسي كتير اللي مرينا فيه واللي عم نمر فيه، وسوريا ما بتستاهل للأسف، يعني ما تستاهل ابدا اللي صار فيها. للاسف صار فيها هذا اللي صار. اي يا رب يا رب. كلمه اخيره لك مدام سوزان، شو بتحبي تقولي لعالمنا السوري، لسوريا الام العظيمه؟ بما انه اليوم عيد الشهداء اكيد بدي ارجع اترحم على شهدائنا الابرار. بدي ارجع اقول لهم انه نحن لولاكم ولولا دماءكم الزكيه يعني ما بنستمر بالحياه، ما في حياة أكيد، لأنه واضح إنه الدم هو الذي يصنع حدود الوطن. بدي أتمنى الأمان والاستقرار لبلدي سوريا ولكل البلاد العربية. بدي أتمنى إنه الدراما السورية ترجع على مثل ما كانت وأقوى. بالألق. بدي أتمنى يرجعوا يلتموا الدراميين السوريين والنجوم السوريين حول بلدهم. بدي أتمنى إنه كل أبناء الوطن يرجعوا لوطنهم. بدي أتمنى حب لكل الناس بالسلام والأمان، لأنه بلا حب ما فينا نبني وما فينا نعمر. بالكره بس مندمر. كل مشاكلنا بتنحل بالحب. بالحب. شكراً لألك رامي، شكراً للفريق الظريف. صحيح غلبتوني بس يلا ماشي الحال. شكراً كثير. نحن كثير انبسطنا عن جد. كان يوم هيك طويل شوي. إيه؟ وهلأ إذا بتحبوا تعالوا معي رايحة أحضر مسرحية وطنية لأستاذ ممدوح الأطرش. اسمها السعودي للشمس. كمان أنا كنت مشاركة فيها، كنت أنا اللي بدي أقدم دور الراوية، دور كتير مهم، بس للأسف بسبب انشغالاتي بالمسلسلات وهيك بين هون وبين مصر ما قدرت أكون معاهم. فهلأ رايحة بارك لهم وأحضرهم، وتعوا شرفوا معي إن شاء الله نحضرها سوا. وأهلا وسهلا فيكم، ميرسي كتير. شكرا لك. باي.